السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم البليغات بالزنجلان الشهيرة الزنجلانية، كتجي رائعة راقية في الشكل وهموية كما كتشوفوا معايا. ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، غادي نحتاج ان شاء الله نص كيلو ديال الزنجلان اللي غسلته مزيان ونقيته وشنجته ما حمرتوش، لانه غادي يعاود يطيب، يعني الا طيب جوج مرات غادي يفقد القيمه الغذائيه ديالو. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض، يعني نص كيلو ديال الزنجلان نص كيلو الدقيق الابيض، دائما قد الزنجلان قد الدقيق. الا بغينا نضاعفوا الكميه غادي نديرو كيلو الزنجلان وكيلو الدقيق. عندي هنا معلقه ديال الخميره في الحلويات، عندي معلقه ديال معلقه ديال الخل. الدور ديال الخل انه كيعطي الهشاشه لهاد الزنجلانيه، بغيتو تستغناو عليه فيكم تستغناو عليه. عندي تقريبا ما يعادل كاس ديال الماء، ما عرفتش واش غادي نحتاجو كامل اولا لا، على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. عندي نص كاس ديال ماء الزهر، وعندي هنا جوج معالق كبار ديال النفع وحبه حلاوه. عندي جوج معالق ديال الزبده وجوج معالق ديال الزيت النباتيه، صفار بيضاء، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه ورشه ملح. بسم الله، غناخذ الخميره ديالي، غندير المكونات ان شاء الله من الاولين، النواشف، شويه الملحه، النفع وحبه حلاوه. انا هنا درت معالق كبار لان كتعجبني تكون منسمه، بغيت غير معلقه صغيره يديرها. بسم الله، ناخذ الزبده والزيت، والصفار ديال البيضه، غندير المكونات كاملين على الخلطه. معلقه ديال الخل، نخلط المكونات كاملين، ندخلهم مع بعضياتهم، صراحة الزنجلانية كتجي رائعة زوينة في المذاق حتى الشكل ديالها، علاش لا نوجدوها لرمضان إن شاء الله، نعمرو بها الطبيلة ديالنا، وسهلة لي زوين فيها بزاف، أنها سهلة كتوجد دغيا، تقدرو توجدوها في آخر لحظة. غنبسبس مزيان هاديك الزبدة والزيت والمكونات مع الزنجلان والدقيق، عاد نضيف الماء وماء الزهر. دابا من بعد ما دخلت المكونات كاملين مع الدقيق والزنجلان، غادي ان شاء الله نضيف ماء الزهر. بسم الله، ونبدا نعجن، وتدريجيا كنضيف الماء شويه بشويه. هنا ما كفانيش كأس ديال الماء، غادي نضيف مازال واحد شويه. دائما كما قلت لكم على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب الماء بزاف وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. العجينه ديالنا ما خصهاش تكون قاسحه بزاف، في نفس الوقت ما خصهاش تكون جاريه، يعني تقريبا العجينه ديالها تكون بحال ديال الشباكيه. الفرق ان ديال الشباكيه كتبغي تدلك بزاف، هذه لا، العكس ديال هذه ما كندلكوهاش بزاف، فقط كنجمعوها مزيان صافي. من بعد ما عجنت العجين ديالي ودلكته شويه، تحصلت على هذا القوام كما كتشوفوا معايا، شوفوا لين قوام ما قاصح ما رطب، هكذا خص يكون. دابا نحطو على سطح العمل ان شاء الله باش نقسمو على ثلاثه الكويرات.
ديرهم في واحد البلاستيكه يرتاحوا شويه. باش يطلقوا لي شويه يكونوا ساهلين باش نشكلهم ان شاء الله. صافي غنغطيهم بالعيا في هاد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه كاع ونخدمهم ان شاء الله. بعد ما خليت العجين يرتاح واحد نص ساعه نبدا ان شاء الله نورق فيه. هانتوما ولا لين اكثر، بدات عجينه مطلوقه. بسم الله نورقها. هانتوما ما شاء الله ما كتلصقش بدون دقيق، بلا كاع ما نرش الدقيق. هانتوما العجينه ديالها لينه وساهله انها تسرح معنا على سطح العمل. هانتوما خصنا نورقوها مزيان باش تجينا يجيونا بليغات رقاقين شويه، ما يجيوش غلاضين. هانتوما تبارك الله العجينه زوينه كتمشى معايا كيف بغيتها. ها هي من بعد ما ورقت العجين ديالي على سطح العمل يكون السمك ديال العجين على هذا الشكل، يعني يكون رقيق. دابا ان شاء الله غادي نحيد الجنيبات. هكذا وغادي نعبر ان شاء الله بثلاثه د الصبيعات هكا باش يجيني العبار متساوي هكذا. وندير بشكل مربعات هانتوما. من بعد ما قطعتهم على شكل مربعات بسم الله غناخد اول قطعه نشكلها على شكل بليغات هكذا، نبرك على هاد القنيسات هاد الجوانب مزيان باش ما يتحلوش ليا ملي نكون نقليهم، يعطيوني هاد الشكل ديال البليغه. يعني الطريقه سهله. ثم نفس الطريقه غندير واحد الشكل اخر، يعني غندير هكذا يعطيني واحد الديكور مختلف شويه. هانتوما كليكيو هنا مزيان باش ما تحلش لينا، يعطينا هذا الشكل حتى هو راه كيجي صراحه زوين. يعني الطريقه راه ساهله، تقدر تشكلوها كي بغيتوها شكل بليغات. هذا الشكل حتى هو راه كيجي زوين في المنظر. هانتوما انا صراحه غندير هاد جوج شكيلات تقريبا، النص غنديرو على شكل بليغه والنص الاخر غنشكلو على شكل اريضه كي شفتو معايا. ثم طريقه سهله جدا غير اللي ما بغاش صراحه دغيا كتوجد معنا بالزوينه هاد الزنجلانيه صراحه زوينه وسهله في التحضير. انتما شوفوا الزنجلان كيفاش كيبان فيها، داكشي علاش مسمينها الزنجلانيه، حيت فيها واحد الكميه كثيره من الزنجلان. هانتوما الشكل ديالها راه ساهل والمنيظر زوين صراحه، ها اللي ما بغاش يصيبها وصافي. غنبقى مستمره هكذا حتى نكمل تقريبا الكميه كامله اللي عندي ان شاء الله ونرجع معكم. نخليها تستراح واحد شويه كاع حتى نغدي وليداتي ان شاء الله، عاد نبدا نقلي فيها. اولا تقدروا مثلا ديروا هذا الشيء كامل اللي درت انايا في الصباح تخلوها حتى العشيه اولا الليل وتعاودوا طيبوها، يعني ما كتخسر ما كتخمر ما كطرى لا حتى شي حاجه، لان ما فيهاش الخميره بزاف كي شفتوا، غير نصف ساشيه ديال الخميره ديال الحلويات. دابا ان شاء الله درت الزيت في المقله ديالي يسخن على ما نوجد العسل.
هذا العسل ديالي كنصايبو في الدار صراحة، تنديرو بالعشوب، تيجي منسم وزوين. اللي بغا يشوف الطريقة ديالي تحضير العسل يدخل القناة، مرحبا به، خلي لي واحد لايك واشتراك اللي باقي ما اشتركش عندي، اشترك وفعل الجرس باش توصل الجديد ديالي ان شاء الله. دابا غنحط اول بليغه ديالي نجرب بها واش الزيت ديالي سخن. بسم الله، صافي هو هذاك. غنبدا نحط فيه البقله ديالي نطيب. الزيت دائما من الاحسن ما يكونش سخون بزاف وما يكونش عاوتاني بارد باش ما يتحلوش لينا البليغات ديالنا. هانتوما معايا البليغات ديالي راهم طابو تبارك الله، كيجي اللوين ديالهم على هاد الشكل هذا مذهب. ما تخليهمش يحمروا بزاف لانه بغا يقصحوا معاكم الا خليتيهم بزاف في الزيت، غير عطيو هاد اللوين صافي. نديرهم في العسل، كيجيو مقرمشين زوينين صراحة. غنستمر على الطريقة هادي بحال الشكل ديال الشباك ديال نيت. غنعود نطيب ولي طاب غادي نحطو في العسل، نتلاقى معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. من بعد ما كملت الطياب ديال البليغات ديالي ودرتهم في العسل، جاو على هاد الشكل هذا. هاد النوية هذا زوقتو بشوية اللوز والبليغات خليتهم هكاك، صراحة كيجيو رائعين زوينين في المنظر وهشاش صراحة. هانتوما تبارك الله كيجيو فتيين كما كتلاحظوا معايا، هشاش ولداد في المذاق صراحة. نتمنىكم تجربوهم بهاد الطريقة هادي وتعمرو بهم الطبيلة ديال رمضان. كما كتعرفوا رمضان الطبيلة ديالو كتبغي تكون عامرة ومتنوعة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.